الإمام أحمد وحسنه الشيخ الأرناؤوط، كما جاء في قصة عمران بن حسين رضي الله عنه أنه مر على رجل قاص، يعني يقص القصص ويتكلم مع الناس، ثم قرأ القرآن، ثم سأل الناس مسألة، يعني من مال كأنه أو حاجة، فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. يعني الإنسان إذا حفظ القرآن، علم القرآن، قرأ القرآن، علم، تعلم، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى جل جلاله أن يتقبل وأن يغنيه بفضله وبحلاله عن حرامه. وجاء في هذا القرآن نصوص كثيرة بالتوجه إلى الله، وأن الله هو قاضي الحاجات وباستغناء عن الناس، وأن الناس لا يضرون ولا ينفعون. فالأصل في الإنسان الذي يقرأ القرآن أن يسأل الله سبحانه وتعالى بما جاء في هذا القرآن من توجيه الناس إلى الله، أو أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن العظيم بكلام الله سبحانه وتعالى. أصحاب الغار بماذا توسلوا؟ قالوا: اللهم إن كان هذا يعني لوجهك الكريم فافرج عنا هذه الصخرة. طب إنسان يشتغل بالقرآن ويحفظ القرآن ويتعلم القرآن، فيسأل الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الذي يقوم به، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج وأن يغفر وأن يرحم وأن يعطي وأن يمنع، وإلى ما يتبع ذلك، ولا يسأل الناس، يعني يستخدم هذا القرآن لأجل أن يستميل أو يستعطف الناس.